بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي السيدة فاطمة ثال بنت سوينع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود الأكارم، معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة الحضور الكرام، بمناسبة تشرف المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة الدورة العادية 43 بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية، أرغب بأن أتقدم بوافر الشكر لمعالي السيدة فاطمة ثال بن سوينع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الجهود الخيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية موريتانيا الشقيقة خلال ترأسها لأعمال الدورة العادية السابقة لهذا المجلس، والإسهام المقدر لها في دفع مسيرة العمل العربي المشترك قدما. كما أتقدم بالشكر وأرحب بمعاليها في هذا المجلس وأهنئها على تولي منصبها، كما وأرحب بدولة الدكتور إبراهيم الجعفري وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق الذي يشارك للمرة الأولى بعد توليه منصبه في أعمال مجلسنا، وأهنئ معالي السيد الطيب البكوش وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية الشقيقة على توليه منصبه وأرحب به في هذا المجلس. وأرحب أيضا بمعالي السيد عبد السلام هدلية عمر وزير الشؤون الخارجية وتشجيع الاستثمار في الصومال الشقيق الذي يشاركنا للمرة الأولى في أعمالنا، وإنني على ثقة بأن هؤلاء الزملاء الأكارم الأفاضل سيثرون عمل هذا المجلس بما لهم من خبرة وقدرة، مثلما أسهم أسلافهم في هذه المواقع في الدفع قدما بمسيرة العمل العربي المشترك من خلال مشاركتهم في هذا المجلس وجامعة الدول العربية. وأتقدم من خلالكم لهم جميعا بأطيب التحية والتمنيات، وأعبر أيضا عن التقدير لمعالي الأخ الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ولطاقم الأمانة العامة الموقرة على عملهم المخلص وجهدهم الدؤوب في السعي نحو تطوير وتعزيز مسيرة عملنا المشترك والدفاع عن قضايانا العادلة ومصالحنا الحيوية. وأود أن أرحب أيضا بمعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأكرم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة ووفد الأمانة العامة. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة، تتولى المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة هذه الدورة العادية للمجلس الوزاري في ظرف دقيق تتراكم في جملة من الأخطار المحدقة بوطننا العربي الكبير ودوله وشعوبه، وتتكاثر فيه تحديات وتهديدات كبيرة وغير مسبوقة تحيق بنا جميعا، وتتطلب منا العمل الجماعي الفوري والجاد والمنسق لمواجهتها والتعامل الفاعل معها ودرء مخاطرها توطئة لاجتثاثها. ويأتي في المقدمة من هذه المخاطر الكبيرة والحقيقية التنامي الخطير والمقلق للإرهاب والفكر المتطرف، حيث باتت عصابات إرهابية إجرامية تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي دول عربية شقيقة وتهدد أمن وسلامة شعوب دولنا وأمنها القومي، وبأبعد من ذلك تهدد أيضا الأمن والسلم الدوليين. وتقوم هذه العصابات الظلامية المجرمة بارتكاب موبقات وجرائم يندى لها جبين الإنسانية، وتتجاوز في بشاعتها
ووحشيتها كل تصور. وكل هذه الجرائم الشائنة تقترفها هذه العصابات الآثمة والمجرمة زورا وبهتانا وتزييفا باسم ديننا الإسلامي العظيم الذي هو بحق أنموذجا مثاليا لا نظير له فيما يحض عليه من ضرورة إجلال واحترام الكرامة الإنسانية وحياة الإنسان وحقوقه واحترام الحوار والاختلاف والتنوع والنهي عن الأذى والضرر والشطط والتطرف ضمن منظومة إنسانية عظيمة وشاملة قدمت للإنسانية جمعاء أكبر الإسهامات على مر العصور والأزمان. مثلما أن هذه الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات الضالة الخارجة عن ديننا تسيء إلى ثقافتنا العربية الأصيلة التي تزخر بأنبل مثل الشهامة والفروسية والتسامح والتسامي والرأفة. ولذلك وكما قال مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم يحفظه الله، فإن الحرب مع هذه العصابات الإرهابية الضالة ومع الإرهاب والتطرف هي حربنا نحن العرب والمسلمين في المقام الأول دفاعا عن ديننا العظيم وحضارتنا النبيلة وحماية لها ودفاعا عن أمن شعوبنا ودولنا. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، المطلوب منا جميعا في إطار جامعة الدول العربية بيت العرب الآن ومن الدول العربية الأعضاء فيها العمل فورا على بناء وتطوير منهجية عربية منسقة وإن أمكن موحدة وعاجلة وشاملة تتضمن محاور عسكرية وأمنية في المدى المنظور المباشر ومحور فكري وثقافي للمدى الأبعد أيضا للتصدي الفاعل لعصابات الإرهاب والتطرف هذه وفكرها الضال. ومن هنا تعين علينا جميعا العمل في إطار ما تتيحه آليات العمل العربي المشترك ومن ضمنها اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتطوير وإيجاد آليات جديدة ناظمة إن اقتضى الأمر لتشكل الإطار المؤسسي لعمل عربي مشترك وموحد للتصدي لهذا الخطر الحقيقي والداهم. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية كنا وسنبقى في طليعة الصفوف في كل جهد يهدف إلى مجابهة عصابات الإرهاب ودعاة وأتباع الفكر المتطرف، ولقد دفعنا ضريبة الدم في معارك الشرف التي خضناها مع هؤلاء ولعقود خلت، حيث قدمنا شهداء قضوا كان آخرهم ابننا الشهيد البطل الطيار معاذ الكساسبة الذي اغتالته هذه العصابات المجرمة بوسيلة وحشية تنتهك صلبة تعاليم ديننا العظيم، ظنا منها بأنها سترهب الأردنيين الأشاوس الذين خيبوا ظنون وأضعاف أحلام هؤلاء القتلة عبر أبهى صور التلاحم الوطني المتأصل في الأردن والعزم والعزيمة قبل وبعد استشهاد ابننا معاذ على اجتثاث هؤلاء الإرهابيين والمتطرفين. إن هذه العصابات الإرهابية وهذا التطرف ينتعش ويتمدد وينمو بوجود عوامل اضطراب وحالة فراغ في أي دولة أو مجموعة دول، ومن هنا يتعين علينا أن نعمل على عدم السماح بنشوء مثل هذه الحالات في أي من دولنا، وأن لا نتهاون في التصدي لكل محاولات التمدد والتدخل الخارجي في شؤوننا العربية، وأن نسعى إلى تهيئة كل أسباب عودة الاستقرار والوئام إلى دول عربية شقيقة تضرر نسيجها المجتمعي أو انزلقت إلى حالة عدم الاستقرار والفراغ بصرف النظر عن أسباب هذا الانزلاق، وأن نسعى أيضا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بشكل يخفف من المصاعب والتحديات الاقتصادية التي تواجه بعض دولنا وخاصة قطاع الشباب الذي يشكل السواد الأعظم من الأمة العربية. وفي هذا الصدد فلا مناص من العمل على الدفع باتجاه إنجاز الحل السياسي في سوريا، وهو الحل الذي قلنا دوما في الأردن
بأنه الحل الوحيد للأزمة المأساوية هناك والاستمرار مسلسل القتل والعنف والدمار. هذا الحل الذي يلبي ويجب أن يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق الانتقال السياسي إلى واقع جديد تشارك في صياغته وفيه كل المكونات السورية، ويستند إلى مقررات جنيف واحد، ويستعيد وئام سوريا المجتمعي، ويعيد إليها الاستقرار، وينهي حالة الفراغ، ويؤدي إلى اجتثاث الإرهاب فيها ومنها، والذي أصبح ممتدا عبر الحدود إلى بعض دول جوارها، ويصون وحدة سوريا الترابية واستقلالها السياسي، ويسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين المتواجدين في دول الجوار السوري، والتي تحتضن المملكة الأردنية الهاشمية ما يقرب من 1.5 مليون منهم، نتقاسم وإياهم مواردنا المحدودة أصلا، ويرتبون علينا أعباء اقتصادية كبرى تتجاوز بكثير طاقتنا. والشكر في هذا المجال وفي هذا المقام لكل من قام بمساعدتنا من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، وأخص بالشكر الجهد المقدر الذي تقوم به دولة الكويت الشقيقة، والتي استضافت بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت مؤتمرين دوليين للمانحين خاصين بهذا الموضوع، وهم على وشك استضافة المؤتمر الثالث، وأدعو إلى مساعدتنا جميعا في الاستجابة لهذا التحدي والعب. لابد لنا أيضا من دعم جهود الحكومة العراقية بالتصدي لعصابات الإرهاب ودحرها وإنهاء سيطرتها على كل مساحة تغتصبها الآن من أراضي العراق، وتقديم كل أوجه العون والمساعدة للحكومة العراقية للقيام بذلك بنجاح، والاستمرار في مساندة منهجية لتمكين مساعدة ومساندة منهجية التمكين والاستيعاب السياسي، وعدم الإقصاء لكل مكونات العراق العزيز لما لهذه المنهجية من أثر إيجابي مباشر في ترسيخ حالة وطنية جامعة يحتاجها العراق ويحتاجها العرب جميعا، لعودة العراق العربي القوي العزيز المنيع إلى ممارسة دوره الهام في محيطه العربي والدولي. ويتعين علينا أيضا العمل المنسق والسريع على استقرار الأوضاع المقلقة والخطرة في دولة ليبيا الشقيقة، التي تشهد تنام مقلق في سيطرة عصابات إجرامية وإرهابية على مساحات فيها، لا تهدد شعبها العزيز ومقدراته فحسب، بل تهدد دول جوارها العربية الشقيقة والإفريقية الصديقة. ومن هنا يتعين علينا دعم مهمة معالي الأخ ناصر القدوة مبعوث أمين عام جامعة الدول العربية، ومهمة مبعوث منظمة الأمم المتحدة السيد برناردينو ليون، وآلية دول الجوار الهامة، مثلما يتعين علينا دعم البرلمان الليبي المنتخب والحكومة الشرعية المنبثقة عنه برئاسة دولة السيد عبد الله الثاني رئيس الوزراء والمعترف بهما عربيا ودوليا، ومساعدتها في مسيرة بناء مؤسسات الدولة في ليبيا كلها، بما فيها المؤسسة العسكرية من خلال جيش وطني مجهز بكفاءة، وكذلك الأجهزة الأمنية، وتحقيق احتكارية مؤسسات الدولة للسلاح، وتفعيل حظر تزويد الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. ونحن في هذا الإطار نستخدم عضويتنا غير الدائمة في مجلس الأمن للعمل مع الأشقاء في ليبيا ومع أشقائنا في جمهورية مصر العربية للدفع بهذا الاتجاه، والدفع أيضا بمسيرة الحوار الوطني الجامع الذي يضم كل المكونات الليبية التي تنبذ الإرهاب ولا تحتكم إلى أساليبها، مع تقديرنا الكبير للحوار الذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة في هذه الأيام. وهنا أعيد التعبير عن تعازينا الحارة
لجمهورية مصر العربية الشقيقة شعبا وقيادة على استشهاد كوكبة من أبنائها في بعض مناطق ليبيا على يد هذه العصابات الإرهابية المجرمة، وعن تضامننا الكامل معها فيما تقوم به من إجراءات لحماية أمنها القومي وأمن مواطنيها، كما أعبر عن أحر التعازي لكل الدول التي سقط لها ضحايا أبرياء عربا وأجانب مسلمين ومسيحيين على يد هؤلاء المجرمين الإرهابيين. إننا ننظر بقلق بالغ لمجريات الأحداث في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ونعيد التأكيد هنا على ضرورة العمل الجاد لحمايتها وصون وحدتها الترابية واستقلالها السياسي ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية عبر بعض أوجه التوظيف المذهبي، وندعم مسيرة الحوار الوطني فيها تحت رعاية فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونشدد على الأهمية المستمرة للمبادرة الخليجية وتأييدنا لمضامين قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول اليمن الذي تبنيناه ونسانده بالكامل من خلال عضويتنا في مجلس الأمن، وندعو لتطبيقه بما فيه دعمنا للجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي السيد جمال بن عمر. إن خطر الإرهاب والتطرف لا يعترف بالحدود السياسية، ويطال الكثير من دولنا وشعوبنا لا بل والعالم بأسره، ويتعين علينا أن ننتبه إلى هذه الحقيقة وأن نعمل في إطارها. ومن هنا لا بد لنا من دعم بناء المؤسسات في الصومال الشرقي للمساعدة في وضعه على الطريق الآمن نحو الاستقرار والتنمية وتحقيق الأمن، والانتباه إلى أن خطر الإرهاب والتطرف بطبيعته عابر للحدود ويتطلب توثيق التعاون مع الجوار الإفريقي ودول غرب آسيا وآسيا الوسطى، وأيضا التشبيك الإيجابي مع المجتمع الدولي الذي يتهدده خطر الإرهاب والتطرف أيضا. ولا بد من الدفع باتجاه تعزيز التعاون الدولي الرامي إلى رفع سوية هذا التعاون الدولي في جمع المعلومات وتبادلها وأساليب التتبع وتجفيف تمويل الإرهاب، مثلما يتعين علينا أن نتعاون في مجال تطوير الخطاب الديني التنويري الذي يبرز صحيح ديننا العظيم وما يتضمنه من مبادئ إنسانية عظيمة. وأذكر في هذا السياق بأن سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك المعظم عز الله ملكه تنبه مبكرا ومنذ سنوات لأهمية البعد الأيديولوجي والعقائدي وضرورة إبراز صحيح الدين الإسلامي العظيم قطعا للطريق على من يحاول اختطافه والإساءة إليه وتشويهه، فأطلق مبادرة رسالة عمان التي تحدد بوضوح الشروط العلمية والشرعية الواجب توافرها في من يتولى مهمة وشرف الإفتاء الديني، ومبادرة كلمة سواء وغيرها من المبادرات الملكية التي أصبحت ذات صيت وإثر وأثر عالمي. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، يظل غياب حل القضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني، واستنادا إلى خطوط الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين، هو جوهر وأساس كل التوترات في المنطقة، ويشكل استمرار هذه القضية بدون هذا الحل العامل الأساسي المسهل لقوى التطرف والإرهاب لاجتذاب المؤيدين والمناصرين من الشباب الغاضب والمحبط، ولعدم الوصول إلى هذا الحل والحق الفلسطيني لصفوفهم وفكرهم من خلال توظيف هذه القضية العادلة لاجتذاب هذا الشباب المغرر به لخدمة أجندات لا صلة لها بعدالة القضية الفلسطينية وطهارتها. ومن جانبنا في المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن الأقرب لفلسطين وأهلها والأكثر تأثرا بقضيتها، ونعتبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على النحو الذي ذكرت
تحقيقا لمصلحة حيوية عليا للمملكة الأردنية الهاشمية أيضا في سياق حل يعالج أيضا قضايا القدس واللاجئين والمياه والحدود والأمن بشكل نهائي وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة لعملية السلام والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، وبما يتسق بالكامل مع المصالح الحيوية العليا للمملكة الأردنية الهاشمية والمرتبطة بهذه القضايا ويصونها بشكل كامل. وتأسيسا على كل هذا، فإننا ندعو لتكثيف الجهود العربية الرامية إلى دفع القوى الدولية المؤثرة للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة الرامية إلى تجسيد حل الدولتين وإنجاز الحل الشامل على النحو الذي بينت، ويتعين أن تكون هذه المفاوضات جادة وأن تتم بحسن نية وأن تحدد بإطار زمني معقول وواضح وأن يواكبها التزام جدي بالفعل والقول بالامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب كلها والتي تهدد استمرارها أو تستبق نتائجها، بما في ذلك الاستيطان الذي يجمع العالم على عدم شرعيته وعدم قانونيته. أما بالنسبة للقدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فإننا ومن منطلق أن مولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم هو الوصي على المقدسات، واستنادا إلى واجب وشرف الرعاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف ومقدساتها، فإننا سنستمر ببذل كل جهد ممكن لصيانة وحماية المقدسات فيها، خصوصا الحرم القدسي الشريف وفي القلب منه المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وسنستمر بالتصدي لأي انتهاكات أو إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإزاء المقدسات أو انتهاكات واستفزازات لقطعان المستوطنين وساسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستهدفة للمقدسات الإسلامية والمسيحية. وأرغب بإفادة هذا المجلس الموقر بأن موقفنا الحازم بإزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية في المقدسات نهاية الصيف الماضي واتصالاتنا الدبلوماسية المكثفة في حينها والتي قادها جلالة الملك المعظم أدت إلى قيام سلطات الاحتلال بالتراجع عن إجرائها الخطير قبل أشهر بإغلاق المسجد الأقصى المبارك وخلال ساعات قليلة، مثلما أدت هذه الجهود إلى عدم إعاقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصلين من أداء صلاة الجمعة فيه لمختلف الفئات العمرية بعد أن كانت منذ عام 2000 تمنع من هم دون 40 عاما من العمر من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ومنذ نحو 3 أشهر فإن عدد المصلين أيام الجمعة في المسجد الأقصى المبارك يصل إلى أكثر من 60,000 مصل. نراقب يوميا ما يجري في القدس الشرقية المحتلة وما يجري في المقدسات عبر الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، ولن نتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية إزاء أي انتهاك أو إجراء يستهدفها، وسنستمر بالعمل على الحفاظ على عروبة القدس الشرقية ووضعها القانوني كمدينة واقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتعزيز صمود أهلها، وسنستمر في تقديم الدعم الكامل والمساندة للسلطة الوطنية الفلسطينية ولفخامة الرئيس محمود عباس في مساعيهم الرامية لتجسيد حل الدولتين بواجب النصيحة الصادقة والمخلصة كدأبنا دوما، ومثل ما فعلنا أخيرا عند تجربة طرح المشروع العربي لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن للتصويت. وسنستمر بالسعي ومن منطلق عضويتنا في مجلس الأمن ورئاستنا الدورية الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وعضويتنا في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بإجراء المشاورات والاتصالات مع القوى الدولية بالعمل على إطلاق هذه المفاوضات والسعي نحو إنتاج توافق دولي على تحرك وقرار في مجلس الأمن يوفر إطارا مرجعيا وشواخص أداء وإطار زمني، وكلها تؤدي بإذن الله تعالى إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين. أصحاب السمو والمعالي والسعادة
السيدات والسادة، إن الأردن يستخدم كافة علاقاته الدولية الواسعة لخدمة قضايا الأمة العربية من خلال عضويتنا في مجلس الأمن، ومن خلال رئاستنا لهذا المجلس الموقر، ومن خلال علاقاتنا الثنائية مع كل دول العالم. وإن طبيعة التحديات الجسام التي نواجه وتنوع وتشعب تجليات التهديدات التي تتعرض لها دولنا وشعوبنا يحتمان علينا العمل على إصلاح جامعة الدول العربية وتطويرها وتفعيلها، ونأمل أن نتمكن خلال هذه الدورة وفي القمة العربية القادمة نهاية هذا الشهر من السير باتجاه تعديل ميثاق الجامعة والنظام الأساسي لمجلس الأمن والسلم العربي، وأيضا أن نتمكن خلال هذه الدورة من إنهاء الخطوات الإصلاحية الضرورية للجامعة بمختلف جوانبها المضامينية والمالية والإدارية، وعلى نحو يعزز عمل الجامعة ويحفز كوادرها ويضبط بعض أوجه الهدر ويجدد دماءها. وإننا لعلى ثقة بأننا سنلقى من الدول العربية الشقيقة كل الدعم والمساندة في هذا الوقت الحساس الذي تمر به منطقتنا. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.